معي عبر الهاتف من بيروت دكتور دومت كامل، رئيس حزب البيئة العالمي ومرجع البيئة العالمي. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور دومت. إلى أي درجة اليوم هذا الموضوع بات يقول لنا بأنه الوضع لن يتحمل أي تأخير؟ ولا شك الوضع لن يتحمل أي تأخير بتاتا. نحن وصلنا لذروه وقمه التلوث وقمه التغير المناخي وقمه التدهور البيئي العالمي. حان الوقت للعمل الجدي وسريعا دون اي ابطاء من اجل وضع قانون بيئي حديث جدا يحمي الكره الارضيه وكل ارجاء الكوكب من الملوثات الخطيره ومن النفق المظلم. نحن اليوم امام كارثه بيئيه عظيمه جدا في الكون اجمع. يعني تلوث، ازدياد الغازات الدفيئه بالجو بشكل جنوني ومتسارع اكثر ب 100 مره من المطبات اللي كانوا متوقعينها. نحن اليوم امام خطر داهم على كل ارجاء الكوكب. عندنا ازدياد خطير بالمصانع بالعالم، اتجاه كل الدول اتجهت للصناعات الضخمه. الصناعات الضخمه تستهلك كميات ضخمه من الوقود الاحفوري، عندنا استهلاك ضخم. يعني ولا شك هالاستهلاك الضخم ما بقى عن بيت تمتصه وما بقى عن المحيطات تمتصه ولا البحر. نحن وصلنا كارثه، هالكارثه بدي احذر منها معين. وللمره العام ثاني اكسيد الكربون مخرج الجو الذرات بالمليون للحد الاقصى من 50 جزء بالمليون. نحن وصلنا بال 410 اجزاء بالمليون، وهالنقطة هيدي ستتصاعد سريعا جدا للوصول ل 500 جزء بالمليون. وعند الوصول الى 500 جزء بالمليون سيكون في تدهور خطير عالمي بالمناخ والتغير المناخي العالمي. وما شفناها لهالجمعتين من تغير مناخ من فيضانات، خاصة الفيضانات الموج انوجدت بتركيا اللي صارت بتركيا اللي هي قطعت بكتل هوائية ضخمة حاملة الأشد كميات من البخار من كميات المي، واتجهت غربي شمالي فوصلت. يعني هي لو كانت طقس عادي لكننا شفنا الامطار نزلت بلبنان وبسوريا وبعده مناطق وبالعراق وبالاردن، بس ولكن هالوضع لانه منه عادي هالكتل الهوائيه كلها تحملت بكميات ضخمه من المي، وبعد ما وصولها للاجواء التركيه البارده صار في عندنا هطول شيء جنون. هالموضوع هيدا ممكن يصير بكل ارجاء المنطقه العربيه وبكل ارجاء العالم. طيب بموضوع المواصلات ووسائل النقل، يعني اذا سالنا نقطه اخيره عن هذا الموضوع، مع انه تحدثنا عن حظر سيارات البنزين والديزل، الى اي درجه مهم نحن كافراد ايضا ان نساهم، يعني على الاقل باستخدام ربما وسائل النقل العامه، صحيح؟ اولا اذا كان في خطط بديله عن النقل الخاص هيدا شيء عظيم جدا. بس ولكن نحن اليوم امام خطر كثير كبير بالمناطق بكل العالم. هو استبدال السيارات الموفره للوقود ذات اللي بتوفر بكميات ضخمه، استبدالها بسيارات رباعيه الدفع اللي هي بتستهلك كميات ضخمه من الوقود دون النظر الى الوضع البيئي. يعني في سيارات بال 100 كيلومتر بدها 25 لتر بنزين، بينما في سيارات بال 25 لتر بتمشي 350 كيلومتر، بتوفر ثلاث مرات. ولكن سياسة الدول من عم تاخذ ولا بشك ولا باي نظره النظره البيئيه والاثر البيئي لاي عمل، وهيدا التدهور الخطير نحن اللي عم نعيشه. هون بدي صرخه وبدي اعلام. انا بشكر كل الاعلام اللي عم يتعاون معنا وكل الاعلام والاعلاميين يلي عم بيخلونا نعطي راينا، وبكل فخر انه نحن قدرنا اثرنا بمناطق كثير عديده بالعالم واخذوا باستراتيجياتنا، على امل انه نقدر بالمنطقه العربيه يكون في استراتيجيه علميه، لانه المنطقه العربيه ستتدهور بشكل خطير بالمناخ ومشتقات المناخ والتغير المناخي. واكيد وكل تاكيد انا بدي نحن عم نتبع دراسات وابحاث دقيقه يوميا. يعني نعم. بدي اقول لك بعطيكم مثل اللي مهم كثير عن لبنان. لبنان السنه خسر اكثر من 12 ل 15% من الثروه الحرجيه من جراء التغير المناخي اللي اصاب لبنان. والمنطقه العربيه كمان رح تتدهور اكثر، تمدد التصحر والانقراض وانقراض الغابات ووضع هالاستراتيجيات اللي ما لما مش موجوده، نحن كشعب بالمنطقه العربيه كل ارجاء الشعب بيدفع الثمن. صحيح، أنا أشكرك جزيلا دائما لهذه المشاركات القيمة، للمعلومات، لرفع الوعي. شكرا جزيلا لك من بيروت دكتور دومت كامل، رئيس حزب البيئة العالمي والمرجع البيئي العالمي.